للأسف المشاهد اللي بيعملها النظام الفاجر ده وسحق كرامة المصريين داخل حدود مصر اللي بقت سجن كبير. تلك زمان كان العقاب النفي خارج البلاد في ظل الحكم المجرم. دلوقتي في مصر العقاب الحبس داخل البلاد. مشاهد اللي بتحصل دي بتأثر على المصريين في كل مكان. يداس على المصريين جوه فيداس عليهم في كل مكان. والنظام بيشوه صوت المصريين موجودة في كل مكان. عندي فضيحة من الكويت وعندي فضائح من السعودية لكن اخليها بكرة. بعد فضيحة الجواسيس بتوع النظام اللي اتقبض عليهم في ألمانيا وأبصر أمريكا واللي حكيت لك قصتهم. جواسيس اللي بيراقبوا المعارضين اللي آخرهم بير جرجس اللي اتقبض عليه الشهر اللي فات في أمريكا. ده أثر مع كل أسف على المصريين اللي شغالين في أماكن حساسة في دول خليجية في مشهد مؤسف جدا. الساعات اللي فاتت بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي عملوا استجواب لوزير الخارجية وطلبوا بسحب الثقة منه. وبغض النظر طبعا ان كلمة استجواب من برلمانيين لمسؤول حكومي من الحاجات النادرة في الوطن العربي، لكن اللي لفت نظرنا نقط مهمة جدا داخل الاستجواب حبيت اقف معاكم واعرضها لكم النهاردة ونشوف علاقتها المباشرة بالجواسيس اللي السيسي زارعهم في كل مكان برا مصر، مش عشان التجسس على العدو مثلا لا سمح الله، لا عشان التجسس على المعارضين. ازاي هذا الاجراء اثر على مصريين كتير شغالين في اماكن حساسه خصوصا في الكويت، في الخليج، انا اسف في الخليج كله. حصل استجواب لوزير الخارجيه الكويتي احمد الناصر من نواب في مجلس الامه الكويتي، وخرج بيان من رئيس مجلس الامه الكويتي يقول فيه ان في 10 نواب وعلى راسهم النائب شعيب المويزري عايزين يسحبوا الثقه من الوزير، وبيستندوا الاربع محاور في الاستجواب ده: اهدار المال العام ودي مش قصتنا، مخالفة المعاهدات الدولية ودي مش قصتنا، التخبط الإداري ودي قصة أشقائنا الكويتة. لكن اللي قصتنا ايه؟ السبب الرابع اللي استند عليه النواب في سحب الثقة من وزير الخارجية عدم حماية مصالح الكويت السياسية والأمنية. كان أخطر حاجة فيها عدم حماية الأمن القومي. ايه علاقتنا في مصر؟ هحكي لك ما تستعجلش، لكن اوريك لقطه كده الاستجواب كان عامل ازاي. صادق في اجابته مع احترامي لك. غير صادق؟ لا يا اخي، احنا ما احنا ضدك، ادائك سيء، منو انت تهددني؟ منو؟ انا ادي واجبي، لا انت ولا غيرك يمنعني من تهديد. ده برلماني وده وزير في الحكومه، منظر لا يمكن تشوفه في برلمان العسكر مثلا او اي برلمانات من البرلمانات الشعوب العربيه لو لسه في برلمانات او برطمانات. كان اخر حاجة التونسي وخلص، كان فيه وخلص الامارات يعني، ومصر ما توصوش يعني زي ما مصر بتساند دلوقتي الكارثة اللي بتحصل في ليبيا. اي اجرام واي شيء ضد الشعوب وضد الحق للأسف مصر والسعودية والامارات وخلفهم الرتويت بيدعموه. فده كان المشهد ده ممكن تشوفه في برلمان التونسي، كان فيه وخلص الى ان يخضى الله امرا كان مفعول. المهم رد فعل الوزير بعد 5 ساعات استجواب كان عامل كده: شكر الاخ المستجوب كذلك على ان يكون عندنا فرصه لابراز الصوره الديمقراطيه للكويت وكيفيه التعامل مع هذه الاله الراقيه. انا بس في البدايه حبيت اعرض لك اللقطه دي على الهامش كده، ازاي البرلمانات بتشتغل وازاي الوزير بيجي البرلمان يقلع مالط من صعوبة الأسئلة وقسوتها. لكن اللقطة دي لقطة هامشية، احنا جايين بنعرض القصة دي ليه؟ هي النقطة اللي قلت لك عليها من شوية، نقطة استجواب الوزير على 4 محاور. المحور اللي احنا معنيين بيه عدم رعاية مصالح الدولة السياسية والأمنية. ايه الجريمة اللي عملتها وزارة الخارجية بوزيرها بسفرائها عشان يتم اتهام الوزير بهذا الشكل ويتم استجوابه في مجلس الأمة الكويتي وطلب سحب الثقة منه؟ نشوف النائب اللي تزعم العشر نواب شعيب المويزري قال ايه. وافدين يحطونا على الرمز ويروح يستقبلون ويا استقبالات رسمية، يسيئون إساءات في مواقع التواصل، يسيئون لسمعة الكويت، وفوق هذا
يقول لا احنا بس نستعين بالكويتين بالرمز. اللي مضايق شعيب الموزري ايه؟ ان في موظفين اجانب بيطلعوا على اسرار الدولة الكويتية، وبغض النظر كلامه صح او غلط وهل الموضوع بالخطورة دي وهل دول بيكتبوا ضد الكويت، هو اتكلم عن كذا حالة تقريبا منهم ناس تبع لحزب الله شغالين في السفارة الكويتية في بيروت، وعقيد في المخابرات السورية دراع اليمين للسفير الكويتي في سفارة الكويت في واحدة من دول جزر الكاريبي اللي هاني شاكر رايح ياخد جنسيتها. لكن ده برضو مش اللي يهمنا. لكن قبل ما نروح للنقطة الأبرز اللي خلانا أجيب لك القصة دي وأقدمها عن قصص كتير في ذكرى مرور 11 سنة على رحيل مبارك، نقطة مهمة جدا تخصنا بقى هي اللي خلينا نعرض القصة دي. نشوف بس شعيب عرض الموضوع ازاي في مجلس الأمة الكويتي. هذا السفير أخذ له موظف، كان هذا الموظف عقيد في الاستخبارات أو مقدم في الاستخبارات السورية، وأخذه ولبسه بشت وقت مراسيم تسليم الأوراق في اعتماده، ما أخذ السوري موقف على اليمين. دي بس انا بعرض لك يعني المفروض يعني عشان تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي اللي طلعت منها القصه اللي تخصنا دي. بمناسبه صوره الملف اللي عرضها النائب شعيب للعقيد السوري اللي تبع مخابرات بشار الاسد اللي شغال في السفاره الكويتيه، لكن دي مش قصتنا خالص. كل اللي بيقوله ده عادي وحق النائب يتضايق والمواطن الكويتي يتضايق والمسؤول يتساءل، وهو شان داخلي اني حد عقيد مخابرات شغال في السفاره او حد من منظمة الكويت بتقول انها بتهدد الامن القومي زي حزب الله عادي. الغريب والجديد هنا ايه بقى واللي بكلمك فيه النهاردة بشكل مباشر هو الاستجواب اللي جاي ده. مترجم مصري في الفيديو بتاع الاستجواب يا جماعة قبل الصورة البتاعة اللي هو عرض فيه موضوع المترجم المصري، نشوفه بقى مع بعض. اسم واجبهم الدولة وظفتهم في سفارة دولة الكويت بعلم السفير وبعلم مساعدينا وبعلم الوزير لنا. عقيبة دبلوماسية يتم افتتاحها من قبل الموظفين الوافدين ونعم فيهم. اسم واجبهم الدولة وظفتهم في سفارة دولة الكويت بعلم السفير وبعلم مساعدينا وبعلم الوزير لنا. يجي كشف مواطن مصري شغال في واحدة من السفارات الكويتية، مترجم تقريبا زي ما شعيب البرلمان الكويتي بيقول، بيشتكي. المترجم المصري موظف بيقول للنائب الكويتي المترجم المصري ده مطلع على كل أسرار السفارة. خلونا نعرض الوثيقة اللي عرضها النائب شعيب قدام مجلس الأمة اللي هي نص الرسالة اللي بعتها موظف كويتي للوزير بيشتكي من الوضع اللي هو شايفه. بيتكلم عن تقارير سرية، المترجم المصري بيكتب تقارير سرية بترفع ليه ولا معالي نائب وزير الخارجية، بيطلع على السري وحضور اجتماعات وزارة الخارجية ويمثل السفارة أمام القضاء، حضور المترجم المصري في مناسبات تقديم أوراق اعتماد السفراء، فتح العقبة الدبلوماسية من قبل الموظفين المعنيين معرفش إيه، بيحكي عن كمية الحاجات اللي بتاعها. تيجي تفكر وتقول المصريين طول عمرهم شغالين في كل حاجة في الكويت وهم اللي ساهموا في بناء الكويت مع غيرهم، لكن المصريين لهم باع كبير في بناء الكويت قبل الحرب وبعديه، وده واجبنا ده واجبنا. ايه بقى اللي عمل المشكلة المرة دي ووصل الموضوع لدرجة ان الوزير يتم استجوابه والمطالبة بسحب الثقة منه؟ افتتاحها من قبل الموظفين وافدين ونعم فيهم. اسم واجبهم الدولة وظفتهم في سفارة دولة الكويت بعلم السفير وبعلم مساعدينا وبعلم الوزير لنا. يجي كشف. هذا كتاب موجه من أحد الموظفين المسؤولين في السفارة المذكورة له بشكل سري ومباشر. شوفوا شنو الشكوى. كتابة التقارير، هذا المصري، كتابة التقارير السرية من قبل المترجم المصري. المواطن المصري أو الموظف المصري في الكويت بأنها الواقعة اللي احنا متحدث عنها طول حياته شغال مفيش اي مشكلة، يقابل بالحب والاحترام من قبل اشقاء في الكويت، ازاي يتحط في خانة انه ممكن يكون جاسوس على الكويت؟
ازاي الموظف المصري يتحط في خانه انه خطر على الامن القومي الكويتي؟ متخيل انت يعني ايه مصري يبقى خطر على امن الكويت القومي او امن السعوديه او عمان او دوله من دول الخليج؟ الموضوع ببساطه هو موضوع التجسس، الفضيحه اللي بنت بعض اجزاء فيها مع الاثنين الجواسيس اللي بيتجسسوا في المانيا وامريكا على المعارضين. الجاسوس المصري اللي اكتشفوه في مكتب انجيلا ميركل مثلا، وبعدين الجاسوس المصري اللي اكتشفوه في امريكا. المانيا المتهم المصري بالتجسس يبدي استعداده للاعتراف. الاداء هذا الاداء القذر وش اكبر بعد الرشاوي وبعد الاثراء غير المشروع اللي خدوا جنرالات كبار في العسكر والفلوس اللي بتسرق والنهب نتيجه انه مفيش حد بيحاسب ولا في رقيب ويقفل عشان صورتنا ومصر بتستهوى. اكبر مجال اتصرف فيه فلوس هو المجال الامني والناس تتجسس على بعضيها. الوضع بس تذكروني وبدعوا لي دعوه كويسه لما يسقط هذا الاجرام في تلك البلد. قلت لك اول حاجه هتصرخ ايه؟ البنوك. من اكبر الملفات اللي هتشوفها عدد المخبرين الامنيين اللي بقوا شغالين مع النظام، شيء مرعب، تضاعف عشرات المرات، عشرات المرات. ده طبع اي انقلاب واي مجرمين بيتحسسوا رقبتهم مهما طال الزمن، هو ده وضعهم. اول ما يجي تشوف تسمع كلمه جاسوس ومصري يجي تتخيل انه جاسوس على الاعداء. لا، جواسيس المصريين اللي اتمسكوا، جواسيس بتوع السيسي والنظام المجرم ليهم طبيعة مختلفة تماما، بيتجسسوا لصالح السيسي نفسه مش لصالح مصر، جسسوا على معارض السيسي نفسه مش لصالح الدولة المصرية. ده مش في ألمانيا بس، كان في أمريكا كمان. فاكرين احنا حكينا قصتين السلطات الأمنية توقف شخصا بتهمة التجسس على المعارضين المصريين؟ هي دي النقطة بكل بساطة. انت خليت سمعة المصريين اللي شغالين بره كده. وبقى طبيعي ان الناس قالك اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. فالحكاية ان بقت السمعة كده. ده غير ما كلمتكش على اللي كان شغال في قطر. ده نسيناه ده في الزحمة. فاكر اللي كان شغال في قطر بياخد مرتب قد كده كبير جدا وتذاكر مرتب مهول يعني ما شاء الله، وبعدين سرق شفرة البينس بورت من المخابرات بتعليمات من المخابرات السعودية والمصرية وبحها السعودية اللي هي كانت بتعمل عملوا بيها بين اوت بدل السرقة اللي كانوا بيسرقوا بيها الحاجات. اللي طلع الشفرة دي كان مصري للأسف الشديد بتعليمات من المخابرات المصرية والمخابرات السعودية، وبناء عليه الدفع ثمن غالي. كمية ناس مشيت من الجزيرة كانت شغالة مصريين كتيرة جدا. ما انت ازاي تقدر تلوم الناس؟ ازاي تقدر تلوم الناس لما يطلع واحد زي احمد موسى فيطلع يقول لك ايه؟ فالمصريين واحنا في قطر ونقدر، قبل ما قطر طبعا تطلع حلوه تطلع بريئه من كل الاتهامات ويجي العيد القومي بتاعها او المناسبه الوطنيه تيجي على برج القاهره قبليها يعني، ما انت عارف ساعه تروح وساعه تيجي. فيطلع قال لك احنا نقدر نعمل ثوره، المصريين اللي هناك يقدروا يعملوا ثوره في قطر. فاللي حصل تفنيش اعداد رهيبه جدا. سيبك من الجزيره بقى اللي بسبب الجاسوس، المصريين خوفا من عدد المصريين اللي موجودين اللي يعملوا كده بالفعل. الاجرام مستمر من جوه، اللي بيحصل جوه البلد مأثر على كل حته. واحد يطلع جاسوس مكتب ميركل، واحد يطبط عليه جاسوس امريكا وغيرها. غير تحريض الاعلاميين واتباع السيسي على المصريين ان هم يبلغوا ويتجسسوا على بعض ويبلغوا الشرطه على اي معارض زي خالد لمؤاخذه الجندي. خلت الموضوع يتحول للمنظر ده، ان اشقاء في الكويت اللي كانوا بيثقوا في المصريين جدا فيحصل سجوب قدام مجلس الأمة الكويتي يسأل وزير خارجية على قضية أمن قومي لمجرد أنه مترجم مصري مطلع على بعض المستندات، فخايفينه يطلع من نوعية المخبرين والموظفين وضباط أمن الدولة أن النظام السيسي بيبعتوا بيشتغلوا في السفارات المصرية. مشهد هو مش المشهد ده لوحده، المشهد ده بيضر كل الناس زي ما بيضر
زي ما المشهد مضر الشيء الواقع مؤسف جدا على المصير اللي جوه، كمان بيدفع ثمنه المصير اللي بره في كارثة متكررة للنظام العسكري للأسف الشديد. لا ممكن. نعم تفضل. شنو قلت؟ اتفضل. اتفضل بيه. مشكورة. تفضلي بره. مشكورة. مشكورة. ليش هو مكتبك هو سفارتك؟ انت موظف هنا. لا وانت حاطينك عشان خدمة الكويتيات والطلاب. الخدمة الطلبات الكويتيات. يستأذن استأذن لنا نسوي المكتب حالة شخصية هنا. حاط سجاير والاخت. لازم نزعل على الحالة اللي وصلت له الأمة العربية. النظام العسكري المجرم في مصر والنظام القمعي في سوريا وصلوا الشعوب للحال ده بسبب هذا الإجرام، بسبب الجواسيس اللي بيبعتوهم في كل مكان عشان يتجسسوا على المعارضين. أهم حاجة مصلحة الفرعون.